رسالة عاجلة إلى السلطتين مرسلوها متقاعدون من القطاع النفطي، والهدف إنصاف لما قدموه للوطن من جهد، ليأتي الرد سريعا بتفاعل نيابي يعد بمناقشة تحت قبة عبد الله السالم لإعادة النظر بمواد قانون متقاعدي هذا القطاع بإذن الله تعالى بتوجيهات خلينا نقول الفريق العامل وعمل خريطة عمل من خلال التوجه حسب ما شف في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمة، وكذلك هناك في محاولات كانت في اللجنة التشريعية، لا بأس بأن نعيد ترتيب الأوراق من جديد وعمل ضاغط من أجل الوصول إلى تعديل هذا القانون أو إضافته بإضافات أخرى. اهتمام ممثلي الأمة وصل التجمع تأكيدا على دور قطاع يعد شريان البلاد، وموظفين قدموا بين يديه ما يستحق الثناء والشكر. قانون صار من خلال مجلس الأمة، والتعديل راح يكون من خلال مجلس الأمة. قعدنا مع السيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع أخواني أعضاء اللجنة، وأنا من وجهة نظري ما في شيء اسمه فلوس موجودة، في قانون يتعدل وهذا حقه. أنتوا بذلتوا 30 سنة من 25 إلى 30 أو ربما أكثر في القطاع النفطي. تجمع ثاني لمتقاعدي النفط لإيصال صوت ومطالب تنادي بتعديلات. مطالبنا لأعضاء مجلس الأمة الكرام على رأسهم رئيس المجلس، وكان تشرفنا في مقابلته قبل حوالي 10 أيام، وتجمعنا لقرار تعديل المادة رقم 85 لسنة 2017، صدرت في 9/7/2017، احنا نبيها تتعدل من تاريخ صدور القانون 51 ل 21/2/2010 إلى 9/7/2017. 3000 متقاعد نفطي مسهم كما يقولون الضر، ينتظرون عودة الحياة التشريعية والانعقاد طمعا في تعديلات تسكنهم. أحمد المسعودي، لتلفزيون المجلس.